بس يمكن يكون في هدية تانية ليهم، فياسمينة دلوقتي عندها مهمة تانية علشان تاخدها. هلأ في ميس يونيفرس يعني كيف التحضيرات؟ هلأ عن جد بلشنا، كان في ميتينج من كام يوم لميس يونيفرس، سو الحمد لله أنه كمان هلأ عملنا جروب مع كل الملكات الجمال بالعالم، يعني صار في كونتاكت بيناتنا وإن شاء الله خير يعني إن شاء الله. بس طلعت الكل أشيد بجمالك وبنت نعمة ومسقفة، قال يمكن طولة ما يسمحها لميس يونيفرس، شو أنت ردك أو شو المواصفات العالمية؟ لا بالعكس، أنه مثلا بمس لبنان حتى كان في كتير أشخاص قال لي أنه ياسمينة كتير أنه خرجت تكون مس لبنان بس أنه طولة وأنه ربحت مس لبنان. سو ميس يونيفرس كمان هذا الشيء بيتكل أكتر على شخصية الواحد، يعني كنا قبل عم نشتغل يعني وقت الميتينج كان عم نحكي أنه كل شيء ببلش بالعقل، literally أنه وقت ميس يونيفرس كل شيء ببلش بالعقل. انا عم حضر حالي نفسيا اكثر ما عم حضر حالي جسديا وانه شكلي وهيك، عم حضر حالي من جوا لانه ناطرني الشيء، بعرف انه صعب وتحدي قوي بس انه قد ما جهز حالي منيح قد ما حوصل اكثر يعني. واللي بنعرفه انه لقب ملكه جمال لبنان هيفتح لياسمينة ابواب مختلفه، فندى حبت تعرف منها الموضوع ده. هلا اكيد رح ينعرض عليك كثير امور وكمان اكيد تمثيل، يمكن يصير عندك برنامج خاص. إذا هلا في عندك دور وفي عندك برنامج، وين بتروحي أكثر؟ لا بحس برنامج أكثر. برنامج أكثر. إيه. وإذا بدك تمثلي مين هيك بتحب تمثلي معه؟ نجمة ونجم. ليك أنا بدي أدخل على العالمية. يلا. لا بس ما بعرف، هلا ما بعرف تمثيل، يعني بحس أكثر حيكون طريق شوي مختلف عن باقي مس لبنان، بحس إنه يعني حسب شخصيتي ما حأمشي طريق كان مفتوح قدامي، في طريق حينفتح جديد، الحمد لله عملت ستيب عبكير، سو في كتير قصص حتنفتح لي بس إنه لازم أقول لا أكثر ما أقول إيه. وقبل ما نسيب ياسمينة، ندى كانت حابة تعرف رأيها في الموضوع. ليكي كتير شبهوكي بس طلعتي مس لبنان، ساعة فاليريا أبو شقرة، ساعة يارا قاسم، ساعة ممثلة بوليوود، سارة بكنا كتير كلها شبهوني لكل العالم، عن جد شبهوني لكل العالم، هالشي حلو إنه العالم شافتني أنا بشبه أنا بشبه الناس هون بلبنان، بشبه العرب، بشبه الناس كتير، فحلو إنه they can relate. وودعتنا ياسمينة بالكلمات دي. أول شيء it's a dream come true. وأكيد يعني هلأ ما بعرف شو شعوري بس إنه أحضر حالي على تريندينج، إنه كل يوم كنت أحضره قبل ما نام بالمدرسة إنه هلأ أنا حكون، so thank you.